اجتماعات الدول العربية بتبدأ النهاردة اجتماعات الدورة رقم 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ولمدة 3 أيام بمشاركة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي وعدد من وزراء الإعلام بالدول العربية ورؤساء وأمناء المنظمات والاتحادات الإعلامية. والاجتماعات هتناقش عدد من القضايا، أهمها الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022-2026، كذلك دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 وإدراج الإعلام التربوي في المناهج الدراسية للدول الأعضاء. طبعاً واضح من العناوين أن هناك بعض الموضوعات الهامة جداً على جدول الأعمال، فخلونا نعرفها من خلال زميلنا علي عامر بينضم لنا دلوقتي على الهواء مباشرة من مقر الاجتماعات. علي، طبعاً بصبح عليك ويا ريت تطلعنا على الوضع عندك وإزاي ممكن من خلال هذه الاجتماعات يتم مناقشة هذه الأطروحات على المستوى الإعلامي. برحب بيك يا سام وبرحب بكل السادة المشاهدين. احنا طبعاً بنتابع فعاليات الاجتماع لوزراء الإعلام العرب في دورته 52 وفعاليات يعني هي مستمرة لثلاث أيام. هي تعتبر نقدر نقول ان هو في يومين تحضيريين، اليوم الاول اللي هو النهارده وبكره كمان، ولكن الاجتماع هيستمر فعالياته يوم الخميس القادم 22/6. لكن خلينا نتكلم عن النهارده. النهارده هو اجتماع اللجنه الدائمه رقم 97 ودي الدوره العاديه ليها، بيتم بطبيعه الحال في جامعه الدول العربيه. اللجنه الدائمه بتتناول وتدرس الوثائق والقرارات او مشاريع القرارات اللي بتطلع من او بيتم اصدارها من اللجنه الفنيه لمجلس وزراء الاعلام العرب، ومن خلالها بيتم تبحثها في جلسه مغلقه اللي هي بتجرى فعالياتها دلوقتي، ومنها بيطلع عدد من التصريحات وعدد من القرارات بيتم تصعيدها في المكتب التنفيذي. المكتب التنفيذي طبعا تبقى اجتماعاته بكره الدوره العاديه رقم 15 اللي هي تكون موجوده بكره في نفس المكان، وبعدها هيتم تمهيدا لعرضها على مجلس وزراء الاعلام العرب اللي هيكون ان شاء الله يوم الخميس القادم. زي ما قلت يا هشام، في عدد كبير من الموضوعات طبعا راسها القضيه الفلسطينيه وتناول الاعلام بها، وكمان استاذ كرم جبر رئيس المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام اشار الى انها هيتم الإعلان عن يوم 11 مايو هو اليوم الرسمي التضامن مع الإعلام الفلسطيني، وده بيتوافق مع إشهاد الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عقلة، واللي يعني ماتت برصاص العدوان الإسرائيلي، واليوم ده هيتم تخصيصه للتضامن مع الإعلام الفلسطيني. وكمان عدد من الموضوعات مش هنقدر نخفر التكنولوجيا وما يكتب وسائل التواصل الاجتماعي، ده هيتم تناوله بشكل كبير جدا، وكمان الالعاب الالكترونيه مش يعني هتبقى من ضمن على مائده المناقشه النهارده، ودي ممكن تؤدي فيه من مخاطر. طبعا احنا بنتكلم كمان عن الارهاب، فده ليها برضه بعض الابعاد السلبيه على الاطفال هيتم مناقشتها. هيتم كمان اختيار عاصمة الإعلام العربي، عاصمة الإعلام العربي ده تقليل بيتم اختياره سنويا، يتم من خلال عاصمة الإعلام العربي بتستضيف عدد من الفعاليات المتعلقة بالإعلام، وكمان هيبقى فيه وضع خريطة إعلامية عربية للتنمية المستدامة ومتابعة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، وكمان دور يعني الإعلام العربي في الخارج، وكمان ازاي نعمل وثيقه واستراتيجيه موحده للتعامل مع وسائل. دي هتكون ابرز القرارات او ابرز الموضوعات، ومن خلالها النهارده هتصدر التوصيات ودورها هيتم تصعيدها لاجتماع بكره للمكتب التنفيذي، وطبعا اللي هيبدا بكره ان شاء الله بزياره من وزراء الاعلام العرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعدها يبدأ فعاليات اليوم. جزيل الشكر يا علي، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا.